هاد المنطقه ديال الهجاج ما نعمس ديال الوليد عندي انا خدم مي زوفريه هنا خدا الوليد الوريث واخد الوالده في هاد البلاصه هادي الوليد عندي كان كيحرس هاد المنطقه كامله اللي كتشوفها وكان من لهي كان ولد غوتي كان واحد السيد من لهي كيقول لي ولد غوتي يا بري من هنا للبحر كان واحد اخر كيقول لي ولد الحمري كيحرسوا هاد الارض هادي وهاد المنطقه اللي نعت لك هنا كان قصر ديال محمد الخامس كيجي هو والوفد ديالو هنايا بالكوتشيات وكذا هادشي معودين لنا الوالدي ما حضرناش فيه كيجيو بالكوتشيات كيطلعوا لهاد البلاصه كيقول لها مزيوقه من نهار البحر الوقت اللي كان الرالي هنا كانوا كيديروا الرالي في لاكورنيش طوموبيلات والماطر هادشي كاع ما كاين بالدار البيضاء ما كاينش اللي يعرف هادشي بالدار البيضاء كان الرالي هنا في لاكورنيش ديال الطوموبيلات والماطر كيديروهم هنا لون كانوا كيسكنوا فيه غير النصارى واليهود ما كانش فيه العرب هاد القشالي اللي كانوا هنا كانوا فيهم سينيغال تحيدوا وتنفاو ما بقاوش القشالي هنا والسيكتور اخويا اللي كتشوف فيه هنا راه كان كله برارك من بعد ملي تحيدت ملي تحيد القصار وما بقاش سميتو هنا هاد السيد هاد الناس كلهم تحوزوا هنا اللي جا من كوالا اللي جا من جديده اللي جا كل كيبني لقاو الارض خاويه اللي من براكه كيجيب بنا مو كيبني وغادا هكاك وهذا هو المصير ديالي اللي عرفت عليه كان محمد الخامس كيصيد هنا كان القصر ديالو هنا راه الزاويه ديال القصر ديالو وكيصيد في هاد البلاصه هادي كيقول لها المزيوقه اشنو كان فيها كان فيها الحلوب كان فيها الحجل كان فيها كل شيء هاد البلاصه هادي هادي راه كانت غابه زيد على كان فلاحه ملاصقه من هنا هي غابه والفلاحه حتى سيدي عبد الرحمن ياك عرفتي الغابه ديال سيدي عبد الرحمن ومن هنا وهي مشات غابه كلها حرس كلها حرس انا الوالد عندي مات تقريبا عنده 90 سنه كيعقل على هاد البلاصه زوفريش راه فيها صغير يعني غتكون واحد 150 عام ولا 200 هي القليله اللي باش كيعرفوا هاد الناس هاد البلاصه هادي الناس ديال الاصل كان الخدمه ديالهم غير المارشي ترونسبور ديال مارشي كريو السراغنا اللي كتعرف هما الاصل ديال هاد البلاصه هادي من بعد بداو كيجيو كنسميوهم لاجئين كيجي هذا من تكوالا هذا من صراغنا هذا وكيتكاتلوا ويبنيو حتى ولا سيكتور انا قلت لك با زوفري خدم مي هنا راه الدار ديالنا يلاه راه بتورا الدار هادي واش داروا معاكم هنايا واش داروا معنا استفدنا من الشكاره عطاونا البقعه عطاو الناس ديالنا ثلاثه الناس بقعه ثلاثه العائلات كتعطي المو الشكاره مور الشكاره كيبني كيبيع المكازا ب 100 مليون 90 مليون 120 مليون كيعطيك بارتمان ديالك حربيه كحله سكن فيها ولا بيعها ولا دبر راسك الشباب اخويا كما تشوفوا هنا يا اخويا الشباب كامل عندنا من هذه المنطقه ديال الهجاج ما استفد حتى شي حاجه والو ما كاينش مرافق تجاريه بين فين دريني ما كاين حتى شي حاجه هنا نهائيا بشاشا الاغلبيه ديال الشباب هنايا كلشي بشاشا كلشي خرج ما خرجش في هذاك المستوى اللي بغينا حنا فهمتيني ولا لا خرج في هذا المستوى ناقص بزاف وهادشي ما لقيناش في نوفر احلام ديالنا وما كانش مرافق عموميه وما لقيناش اللي يزيدنا شي حاجه زوينه بقينا عايشين في الكاريان هنايا يعني تنقراو في المدرسه هذه ديال المدرسه ديال المخزن ما تتستافد والو ما تتستافد حتى شي حاجه والو البلية راه اثرات بزاف على هاد الناحيه ديال منطقه الهجاج كامله والاغلب الاحيان ديال الدراري الزوينين كاملين ضاعوا في هاد البلاصه هادي كاين اللي مات كاين اللي مشى للحبس الشباب مريح ما كاين لا خدمه لا ردمه تيمشي تيقول لهم انا ولد هجاج لا كارت ناسيونال ما تيبغوش يخدموا علاش مدين واحد الاشاعه خايبه على هنايا تيقول لك هنايا الناس ديال الفيلاج وكذا هادي الناس ديال الهجاج خايبين تيشفروا تيضاربوا قباح هادي فهمتي ما تيبغوش يخدموا ودابا الاغلبيه ديال الناس اللي كانوا ساكنين هنا الا قلت لك واحد الكلمه ما تشيقش فين خدامين في سيطه تيجمعوا الزبليه تتقبل عليهم تقول لي شي سوسيتي هنايا ولا شي شركات ولا شي حاجه ما كاينش الخدمه نهائيا فهمتي وانا تدوي معاك في عمري 30 عام ضربت 9 سنين ونص ضربت ديال الحبس فهمتيني ولا لا وقريت في المدرسه هذه على قوه الله اكبر هي المدرسه بريفي هذه وكبرت هنايا انا كنقرب هذه البلاصه هذه وهنا كان بزناس فهمتيني ومع ذلك ما حالفنيش الحظ نكون كيف بغيت هاد الناس كون وفروا لنا فرص ديال الشغل ولا شي حاجه بالفرحات عندنا حنايا بالفرحات عليا انا نفيق في الصباح ونمشي للخدمه ديالي الوظيفه ديالي ونادي الوظيفه ديالي اكمل الوجه ونادي السنه ديالي وندير وليدات ثاني بالفرحات ديالي انا ضعت اخويا كامل حياتي كامله ضوعت وسط الحبس كلشي والو وتنقول الحمد لله مع ذلك هاد الناس ما بغينا منهم والو بغينا منهم وفر لنا فرص ديال الشغل فين نخدموا وفين نعيشوا وفين نستقروا ونزيدوا قدام ان شاء الله هادشي اللي تنتمناو من الله كنا بمحلاتنا ساكنين بالنسبه لي انا كانت عندي واحد المحل ديالي فهمتيني ساكن بخير ولا خير جاو صحاب المقاطعه وداك الشيء قالوا لي تحيدوا
قالوا بسم الله ماشي مشكل، ولكن غتعاودوا لينا. وقالوا لي اه غنعاودوا ليك وكذا وهادي. عطاو ما يدار وانا بعيد على الدار. والدي كبار ما يمكنش لي انا ما خدام ما والو، ما يمكنش لي انا والدي كبار يكريو ليا ولا شي حاجه، ما يمكنش. امي عندها 75 عام، با عنده 85 عام. خويا كان باش انايا انا في كان باش في هاد البلاصه هادي هاي شيا امو تشريد. ما عندي لا محل لا والو. جي نتوما سولوا عليا وقلبوا بحثوا ما عندي والو. عندي الله سبحانه وتعالى، كنطلب الله من المسؤولين يشوفوا من حالنا. الله يجزيكم بخير، هذا هو اللي كاين. ودابا خويا راه بغاو يريبوا لنا مع الصباح، فهمتيني؟ كاين انا وخويا والوالد ديالي اختي، جاوا بغا يريبوا لنا مع الصباح. حبسوا ما انايا، ما عطينا حتى شي ورقه والو، حتى شي ورقه اللي غتثبت لك. انا لا كارت ناسيونال ما عنديش. واش كاين عبد الله شي لا كارت ناسيونال ما عندكش وغيصيبوا لك دوسي ديال الاستفاده ديالك؟ ما كايناش هادي، ما كايناش. لما كانش عندك لا كارت ناسيونال ما غيصيبوا لك الدوسي باش انت غادي تستافد، غتاخذ ديك الوثيقه ديال الاستفاده ديالك. لا كارت ناسيونال اخويا انا تمشيت ندفع لها دابا تنوجد لها على قبل اساس هاد الشيء هذا. هما قال لك لا سيدي خاصكم تريبوا وغتجيو عندنا غنعطيكم حنا دوك الوثائق. حنا هاد الناس هادو تيوعدونا بوعود كاذبه، فهمتيني ولا لا؟ هاد الوعود كذا ما عندنا ما نديرو بها، جيبوا لنا وثائق ادله باش الا خرجنا حنا نخرجوا براسنا مرفوع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.